بالتحديد ناقشت مجموعة عمل الإطار لمجموعة العشرين جهود المجموعة لدعم تعافي نمو الاقتصاد العالمي خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى قائمة خيارات السياسات لتحقيق الهدف العام من رئاسة المملكة لمجموعة العشرين والمتمثل في اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع. الجدير بالذكر أن نتائج اجتماع مجموعة عمل الإطار ستسهم في دعم نقاشات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية خلال اجتماعهم القادم في يوليو.